لكن السؤال القديم والأبدي، هل يمكن أن ننسى الماضي؟ محاولة جواب مع أيهم القاسم، هذه المرة من ألمانيا. نتابع. نحن مفتونون بالماضي لأننا وبكل بساطة نتاجه. نحن عصارة قصصنا، خلاصة ما كنا وما كان آباؤنا. لكن السؤال الذي من فك يلاحقنا، هل نستطيع أن نغير الماضي؟ لكن ما هو الماضي؟ أين هو؟ هو القصص التي تجول في ثنايا ذهننا عما حصل، هو البصمة الكيميائية الباقية في أدمغتنا من شيء عشناه. فإذا استذكرنا الصدمة نخاف، وإذا استدعينا اللحظات السعيدة نبتسم. هو الكيمياء إذن، والكيمياء يمكن أن تتغير. إذن وهي فرضية فقط، إذا وجدنا الطريقة لتغيير الكيمياء تتغير القصة. فإذا اقتطعنا ذكر الصدمة لن نشعر بالخوف، وإذا أزحنا بصمات الماضي السعيد زالت الابتسامة. وإذا خطونا خطوة إلى الأمام نحن لن نكون ماضينا بل ما نختار منه. وباختصار، نعم يمكننا أن نغير الماضي. من ألمانيا أيهم القاسم، صباح العربية.